عندك الموظف لا السلبي المتذمر يلي شو ما عملت له مش عاجبه شو ما عطيته وشو ما هذا بيضلوا يندب ويتذمر وعاجبه ومو عاجبه وعاجبه ومو عاجبه يا الله هذا يعني هن نحن اليوم فتحنا قرية السنافر. هالموظف موجود هلا بالشركة ولا طلع؟ أكيد موجود شركتنا كبيرة فيها كتير موظفين والله شكلنا نطلع من باب هالاستديو وحدا يصرف لنا المرحبا أنا وياك لا عم نحكي تحديدا عن هالموظف نحن مليان مليان طيب بعدين بس يجي المدير يقول له ناقصك شيء بدك شي. لا اموري بخير اموري طيب الحمد لله بس ما بيكون في حدا عم يسمعه اول ما يطلع المدير ويسكر هالباب ببلش انا وضعي وانا حياتي وانا 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 وبيزبط وما بيزبط ومش موفيه وموفيه وبيبلش يتذمر وطاقه سلبيه عملنا هيك بالشركه يعني هذا سوينا هيك هذا ما لازم ما لازم يتعاشر هذا ما لازم تتعاطوا معه ايه ما انا بدي لانه هذا فعليا بتجي انت بطاقتك يوم الاحد مبسوط فرحان بحول لك اياها سلبيه بيشفط لك اياها شفط مثل الهوفر